السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. المحاضرة الأولى للفصل الثاني لمادة الدي سي ماشين مكان التيار المستمر. طبعا آخر موضوع يخص الدي سي جنريتر مولد التيار المستمر اللي هو موضوع البارالل اوبريشن اوف دي سي جنريتر. طبعا حيكون هذا الموضوع من جزئين، ان شاء الله هذا الاسبوع ناخذ جزء والاسبوع القادم ناخذ جزء ثاني حتى نفنش موضوع مولد التيار المستمر، وان شاء الله نبدي بموضوع الماطور ال دي سي ان شاء الله بالمحاضرات القادمه اللي هي محاضرات الفصل الثاني. Parallel operation of DC generator، ليش نحتاج انه نربط مولدات التيار المستمر على التوازي؟ ليش نحتاج نربط المولدات على التوازي؟ Need for parallel operation of DC generator، ليش نحتاج ربط المولدات التيار المستمر على التوازي؟ In a DC power plant، في محطات ال DC، محطات القدرة النوع DC طبعا، the power is usually supplied from several generators of a small rating connected in parallel instead of from one large generator. يعني أني بدل ما أحط مولدة وحدة حجمها كبير يجهز لي الحمل المطلوب، عندي فتح حمل معين، بدل ما أني أجيب مولد واحد كل كبير أخليه يجهز هذا الحمل، لا، هنربط عدة مولدات several generators، عدة مولدات small rating مال power مالتها تكون small، نربطهم على التوازي in parallel بدال هذا المولد الواحد الكبير. شنو السبب من هذا؟ This is due to the following. نتيجة أولا continuity of service، استمرارية الخدمة. يعني خلنا نشرح، يقول if a single large generator، اذا احنا استخدمنا مولد واحد single حجمه كبير بالمحطة in power plant، then in case of its breakdown، اذا هذا المولد الحجمه كبير اللي جهز لي الحمل صار بي breakdown، يعني صار بي انهيار طفى نتيجة عطل معين، the whole plant كل المحطة will be shut down، حتى نغلق، يعني ماكو بعد كهرباء، ماكو shut down حيصير. بالتالي حتى نتخلص من هذا المشكلة شو نسوي؟ يقول if the power is supplied from a number of small units operating in parallel then in case of failure of one unit the continuity of supply can be maintained by other healthy units. يقول انه اني بدل الحالة انه اجيب مولد واحد حجمه كبير واذا عطل حيسبب لي انه المنظومة كلها تنسد، شو نسوي؟ نجيب small unit، وحدات توليدية نربطهم على التوازي، في حالة انه اي وحدة من عندهم صار بها عملية فشل يقدرون بقية المولدات المربوطة على التوازي بقية الوحدات التوليدية انه تعوض بدال هذا المولد اللي صار بعطل معين، تعوض بداله، بالتالي يعني حافظ على استمرارية الخدمة، تجهيز الأحمال بواسطة باي أذر هيلث يونت، بواسطة الوحدات التوليدية اللي تعمل بشكل جيد. إذا أول نقطة إنه أني أربط مولدات على التوازي للأحمال، لتجهيز الأحمال، أولا continuity of service لاستمرارية الخدمة. ثانيا efficiency الكفاءة. Generators run most efficiently when loaded to their rated capacity. يعني المولدات هتعمل بشكل كفو عندما نلود عليها نسبة إلى rated capacity مالتها، إلى سعة مالتها. يعني أنا مولد مثلاً، مولد السعة مالتها تكون مثلاً 100 ميجا وات، والحمل مالتي هم 100 ميجا وات او اكثر، يصير اربطها هاي على اجهز الحمل من خلالها؟ لا طبعا، هنا انا حتقل الكفاءة مالتها، فحتى احافظ على كفاءة المولد احمل عليها
نسبة ميجاوات أو كيلوات تكون نسبة إلى السعة مالتها، إيش قد تتحمل هاي المولد. الإلكتريك باور كوست هن أنا الكلفة، أيضا كلفة الطاقة الكهربائية حتكون أقل عندما المولد when the generator producing it's efficiently loaded. Therefore when load demand on power plant decrease عندما يقل الحمل، عندما يقل الحمل مثلا احنا تعرفون شباب يعني هل الحمل بالنهار مثل الحمل بالليل خصوصا بالصيف، بالصيف الاجواء كلش حارة بالنهار بالتالي الاحمال تزداد، الناس كلها تشغل سبالد والتباريد، و بينما بالليل تكون كلش قليلة. فاني هنا بدل ما مثلا عندي 5 مولدات رابطهم على التوازي بالنهار وكلهم مشتغلات، احتمال كبير انه هاني بالليل اطفي عدد من هذه المولدات وبقي على قد احتياج اللود، احتياج الحمل. بالتالي يعني هنا ححافظ على كفاءة المولد، بدل ما خليه تشتغل 24 ساعة بإمكان انه اطفي كم وحدة من ادهن بحيث انه اظل محافظة على كفاءتها. Maintenance and repair الصيانة والتصليح. Generators المولدات generally require routine maintenance and repair، يعني المولدات عادة أو عموما تتطلب require routine maintenance، صيانة بشكل دوري لازم وأيضا تصليح. Therefore if generators are operated in parallel the routine or emergency operation can be performed by isolating the affected generator while load is being supplied by other units. This leads to both safety and economy. يعني أنا عندي مثلا 10 مولدات تشتغل، زين إذا أريد مثلا أسوي صيانة ماكو مشكلة طفي مثلا مولدة مولدتين وبقي البقية يشتغلن ويجهزن الأحمال بشكل طبيعي، أسوي صيانة أكمل أطفي بعدها وأشغل اللي سويت عليها صيانة وهكذا. بينما إذا كانت مولدة واحدة اريد اسوي لها صيانه لازم اطفي اسوي عمليه شت داون، بالتالي ما اقدر اجهز الاحمال لانه هني طفيت هاي المولد حتى اسوي لها عمليه الصيانه. Increasing plant capacity. Increasing plant capacity in the modern world of increasing population، يعني تدرون انت بالوقت الحاضر زياده نسبه السكان، بالتالي the use of electricity is continuously increasing، بالتالي زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية يزداد بشكل مستمر. When added capacity is required the new unit can be simply paired with the old unit، يعني مثلا أنا عندي 5 مولدات تجهز لود معين، تدرون انتو زاد عدد الناس خاصة تشوفوا انتو بالعراق زادت تم قاموا يقطعون بالبيوت يبنون وبالتالي الأحمال عدد تزداد، فاني شو اسوي خو ما اجي ابني محطة جديدة، لا احنا نقدر نضيف مولدات على التوازي ويا المولدات القديمة ويا الاولد يونت، ازيد الوحدات التوليدية مالتي ويا الوحدات القديمة، بالتالي نوصل الى الريتد اللي مسموح بتجهيز الاحمال. النقطة الثانية انه non availability of single large unit، شنو معناتها هاي؟ نقول in many situations a single unit of desired large capacity may not be available، يعني انا مثلا عندي حمل مثلا 100 ميجاوات لازم اروح ادور على مولدة تنطيني 100 ميجاوات، زين ما لقيتها شلون بهيج حالة؟ لا نقدر ناخذ number of smaller units، وحدات توليدية صغيرة نربطهم على التوازي operated in parallel حتى نوصل الى المرحلة اللي يحتاجها load requirement. لنا شباب خلصنا ليش احنا نحتاج ندرس او نحتاج نربط مولدات على التوازي. نوع المولدات اللي تربط على التوازي عندنا الشانت جنريتر وعندنا الكمباوند والسيريز. اليوم ناخذ ان شاء الله بس الشانت، محاضرة اللي تجي ناخذ الكمباوند والسيريز جنريتر. شانت جنريتر امبارال المولدات اللي تربط على التوازي من نوع شانت. لو نجي شباب نباوع هنا، خلني افرض طبعا هنا انا ماخذ مولدتين، مو شرط انه مولدتين، خذ يكون 3 4 5 10 حسب الحاجة حسب اللود مالتي حسب الحمل مالتي. هنا انا ناخذ سمبل شي بسيط انه اذا عندي مولدتين، طبعا هاي المولدتين شلون حيتم ربطها الى الحمل؟ طبعا هنا نعتبر انه هنا اكو حمل بهذا المكان، نقدر نقول انه هنا اكو حمل بهذا المكان،
خلينا نقول هنا اللود مالتي، هذا اللود. فشنو شباب هنا اللي يصير؟ انه اني جبت مولده وربطتها على التوازن من المولده الثانيه، شلون اعرف انه هاي مولده اولى او هاي مولده الثانيه؟ هنا شباب عفوا المولده الاولى مربوط على التوازن من المولده الثانيه، اثنينهم نفس نقطة البداية واثنينهم نفس نقطة النهاية ومربوطات على البصبار. شنو البصبار؟ البصبار اللي هي القضبان الناقلة للتيار الكهربائي، القضبان الناقلة للتيار الكهربائي، يعني حيطلع من عندي تيار، يطلع من عندي من هنا عندي تيار ثاني ينجمعان يروحان للحمل. هذا القضبان الناقلة خلي شوية نحكي عليها مكتوب. هاي البصبار، البصبار هذه في كوبر بار، هي عبارة عن نحاس، قضبان من النحاس تكون سميك ثيك كلش سميكة، ويكون بها تيرمينال مالتها تيرمينال بوزيتيف ونيجاتيف. خليني نجي نقول شنو whenever generator are in parallel، عندما متى ما يكون المولدات مربوطة على التوازي positive V and negative V terminal are respectively connected to positive V and negative V side of bus bar. مثل ما تشوفون بهذا الشكل انه اني عندي هذا هو ال positive V مال مولد مربوط ويا ال positive V مال bus bar، وال negative V مال مولد مربوط ويا ال negative V مال bus bar، positive V مال مولد ويا ال positive V مال bus bar، وال negative ويا ال negative. إذا البولاريتي، إذا القطبية of incoming generator is not the same as line polarity، إذا ما كانت القطبية البصبر نفس قطبية المولد، يعني رابط الموجب ويا السالب والسالب ويا الموجب، بهالحالة سيريس شورت سيركت، هسه عندنا شورت سيركت يحدث بالمولد، تم عملية الكلوز. وين هذا الكلوز دا يصير؟ عندنا هنا مولد، هذا رقم واحد، هذا مولد رقم اثنين، هذا سويتش المولد الاول، هنا السويتش الثاني، هذا S1 للمولد الثاني، هذا S2 للمولد الثاني. اذا هذا S1 انغلق واحنا الاقطاب رابطيها بالعكس هيؤدي الى انه يصير عندي شورت سيركت، فلازم ننتبه الى انه القطبية البصبر نفس قطبية المولد الاول ونفس قطبية المولد الثاني. شون نتم عملية الربط؟ شون اني اجي اربط مولد ثاني مع مولد اول؟ لازم ننتبه الى شروط معينة، خو ما نجي قبل نربطها، لازم ننتبه الى الشروط. شنو هي الشروط؟ البروسيجر اللي نحتاجه لنربط المولد الثاني. اولا the armature of generator number 2، هذا هو number 2، الarmature مارته is speeded، اظل اني غير بس ازيد بالسرعة مالته بواسطة البرايم موفر الى ان توصل الى الريتد سبيد. يعني شنو برايم موفر؟ انه اني ازيد الوقود من خلال زيد سرعة التوربين، بالتالي يزيد عندي سرعة المولد توصل الى الريتد فاليو، الريتد فاليو مالته. هاي اول شيء سويناه، انه زيدنا سرعة المولد الى نسبة الى الريتد فاليو، على اعتبار طبعا هنا هذا الحكي كله على اعتبار انه المولد الاولى مشتغل ودا يجهز كهرباء للحمل. هنا من نحكي احنا انه المولد الاول مشتغل دي يمر تيار دي يروح للحمل، فاذا مثلا الحمل عندي زاد وردت اربط المولد الثاني، شنو الاجراء اللي نسويه؟ اول شيء نزيد سرعة المولد الثاني الى ان توصل للريتد فاليو، ثانيا الاس 2 نغلق السويتش، سويتش اس 2 از كلوز، نغلق السويتش، ثالثا the circuit is completed by putting a voltmeter across the open switch S1، اجيب فولت ميتر احطه على اطراف ال S1. النقطة الرابعة the excitation of incoming generator number 2 is change، يعني شنو غير بال excitation؟ غير بال excitation مالتي، غير بالفلاكس، بالفيض المغناطيسي عن طريق المقاومة المتغيرة، اغير بالفيض اللي للفيلد اللي دا يولد الفيلد،
بالتالي تتغير عندي الفولتية، تتولد عندي الجنريتر، تتغير عندي التيار، إلى أن أحصل أنه هذا الفولت ميتر يقرأ لي زيرو. This means the terminal voltage، معناته أنه terminal voltage اللي هنا same that generator number one، يعني إذا أنا أريد هاي الفولتية هنا لازم أطراف السويتش 1، إذا هذه الفولتية تساوي لي صفر معناته الفولتية على طرف التيرمينال فولتج مال المولد الثاني تكون نفسها على طرف المولد الأول نفس الفولت. يعني من أجي أجهز لازم تعرفون بما أنه المولدات مربوطة على التوازي لازم الفولتيات شبيهة متساوية، الفولتيات عند التوازي متساوية، بالتالي فولتية على طرف المولد الأول تكون متساوية الفولتية على طرف الثاني. هاي حصل عليها أنه لازم أخلي قراءة الفولت ميتر هذا يساوي لي صفر. بعد شي يصير بعد شباب after this switch 1 is closed، يعني ورا ما شفنا ان الفولتية على switch 1 صفر اجي اغلق السويتش الاول، بالتالي هنا بهيج الحالة قدرت انه اربط المولد مالتي الثاني مباشرة ويا المولد الاول. under this condition تحت هذه الشروط الجنريتر نمبر 2 is not taking any load because induced electron motor for the same as bus bar and there can be no flow current between two points at the same potential. يقول هنا انه اني الفولتيه او القوه الدافعه الكهربائيه المتولده هنا اني اقدر ازيدها واقللها عن طريق منه عن طريق الفيلد. زين هذا الفيلد تيار الفيلد والفيض المغناطيسي المتولد، شلون انا اقدر ازيده واقلله؟ عن طريق مقاومة متغيرة الرهستات. هاي المقاومة المتغيرة هنا اذا ازيد المقاومة ازيد المقاومة بالتالي عندي حيقل التيار، كل ما ازيد المقاومة يقل التيار اللي يولد الفيض المغناطيسي، بالتالي ان اف اللي يولد الفيلد، بالتالي حيقل عندي الفولتية اللي تولد اللي يولد المولد، القوة الدافعة الكهربائية تقل، حيقل عندي التيار اللي يمر، بالتالي حيطفى عندي المولد. اذا اريد لا ازيد التيار اقلل المقاومة المتغيرة يزيد عندي التيار الفيلد، يزيد عندي فولتية المولد القوة الدافعة الكهربائية، يزيد عندي التيار، فأنا اقدر اتحكم بيه عن طريق المقاومة المتغيرة. شلون نحسب التيار؟ نحسب التيار الاي يساوي ان القوة الدافعة الكهربائية المتولد ناقص الفي تيرمينال على مقاومة الارميتشر. Then use the electromotive force of generator number 2 حيزيد اقدر ازيد القوة الدافعة الكهربائية بتقوية الفيلد. And it may be found necessary to weaken the field of generator number 1 to maintain the bus bar voltage constant. اذا اريد احافظ على فولتية البس بار تكون ثابتة، فان القوة الدافعة الكهربائية المتولدة من المولد الثاني اقدر ازيدها انه اقوي الفيلد. شلون اقوي الفيلد؟ اقلل المقاومه المتغيره، زيد عندي التيار اللي يمر بالفيلد، زيد عندي القوه الدافعه الكهربائيه من المولد الثاني، بالتالي هذا حيضع يقلل لي الفيلد من المولد الاول، بالتالي حتقلل الفولتية المولد الاول، بالتالي انه اقدر احافظ على فولتيات البس بار. وصلنا شباب الى اللود شيرنج، شلون اوزع الاحمال مالتي؟ لود شيرنج شات جنريتر ار مور سوتد فور ستيبل بار اوبريشن. يقول انه شان جنريتر كلش مو مناسب للمولدات المربوطة على التوازي because of slightly dropping voltage نتيجة الخصائص مالتها. مثل ما تشوفون الخصائص مالتها انه اني بالنسبة للتيرمينال فولتج، تيرمينال فولتج عندي مثلا عندي للمولد نمبر 1 ومولد نمبر 2 كل واحد له خصائص مقاربة للثاني، يظل عندي الفولتية تقل مع زيادة الحمل مالتي إلى الريتد إلى نسبة إلى الريتد. طبعا هذا خصائص مولد أخرى إنه نمبر 1 ونمبر 2 تقل عندي التيرمينال فولتج حتقل، وكلما زيدنا الحمل زاد التيار الكهربائي. طبعا هسه نجيها فد شوية بالتفصيل. النقطة الأخرى for taking a generator out of service، إذا أريد أني أخلي المولد يكون خارج الخدمة أخلي من الفيلد field is weakened and the other generator، بالتالي يعني كل إذا عندي جنريترات اثنين
اذا اريد مثلا اخلي المولد مثلا، خلينا نقول انه بالليل، بالليل انا عندي مولدتين والحمل مالتي قل بالليل مثل النهار، بالتالي اطفي مولد، حتى اطفي المولد اقلل مثل ما قلنا قبل شوية، خلينا نشوف هنا، اريد اطفي هذا المولد خلاص بعد ما احتاجه بالليل، خليه يرتاح، ازيد المقاومة المتغيرة، اقلل الفيلد، الان تقل عندي الفولتية، بالتالي الان يصير التيار عندي صفر، بالتالي نفتح السويتش ويخرج المولد عن الخدمة. For taking a generator out of service, its field we can قلل من الفيلد مثل ما قلنا that other generator، بالتالي حيزيد الفيلد مال الجنريتر الثاني، بالتالي الان الاميتر مال الجنريتر حيقرا لي زيرو، بالتالي يقول after that السويتش اوبن، بالتالي نقدر نفتح السويتش وبالتالي الجنريتر يكون اوت اوف سيرفيس، خارج الخدمة. It's obvious that if the field of one generator، إذا قللنا لاحظنا أنه إذا نقلل الفيلد مال one الجنريتر الأول، قلنا مثل ما قلنا عن طريق زيادة المقاومة المتغيرة، قيمة المقاومة، بالتالي إذا قللناها بشكل كلش كبير، الباور will deliver to it and it will run in original direction as a motor، يعني احتمال حيشتغل كموتور. يعني اذا قللناه كلش الفيلد، قللنا قيمته كلش بشكل عالي، بالتالي حيسبب لي انه هذا المولد كأنما تنعكس قطبيته ويشتغل كماطور، طبعا هاي حالة غير جيدة. خلينا ناخذ مثال بسيط، يقول اذا ديزاير تو جنريت، عندي مولدات اثنين ريتنج مالتهم بالكيلو وات، وجيت سويت لهم شير لود، يعني ده خليهم احمال، المولد الاول يكون 100 كيلو وات مربوط على التوازي، يا مولد ثاني 200 كيلو وات، والتوتال لود 240 كيلو وات، لازم انا اوزعهم بشكل بالتساوي، يعني ما معقوله الحمل مالتي 240 كيلو وات والمولد الثاني 200 والمولد الاول 100، اجيب 240 مثلا 200 احطها على المولد الثاني و40 احط للمولد الاول، الود على المولد الثاني لان يقل كفاته ويسبب لي خسائر، فبالتالي لازم اوزعهم بشكل تساوي، يعني عن 240 هاي لازم اوزعها بالتساوي، فنقدر نقول انه نخلي 80 كيلو وات للمولد الاول 100، واخلي 160 للمولد الثاني اللي هو 200. يعني اذا نجي كامثله بعدين ان شاء الله نشرح لكم اياها، هذا جنريتر نمبر 1 ديليفر اي 1 امبير، جنريتر نمبر 2 ديليفر اي 2 امبير، يعني المولد الاول حيعطيني تيار اي 1، المولد الثاني يعطيني تيار الاي 2. It seems the generator number having more drawing characteristic deliver less current. الجنريتر نمبر 1 حيصير به هبوط اكثر من جنريتر نمبر 2. When two generator have same external characteristic، يكون اذا مولدات اثنين نفس الخصائص ونيجي نسوي لهم شير للود، يكون لازم متساوي مثل ما قلنا نوزعها بشكل متساوي. Let's as discuss the load sharing of two generator which have an equal no load voltage. E1 و E2 خلينا نمثل انه هي no load voltage للتو generator، ال E1 no load voltage generator الاول، والE2 هي no load voltage generator الثاني. RA1 هو مقاومة الارميتشر الأولى، و RA2 مقاومة الارميتشر للجنريتر الثاني، الV هو terminal voltage اللي مثل ما قلنا بما انه parallel الربط توازي، ان الV terminal تكون متساوية البصبري، نفس فولتيج الجنريتر الاول نفس فولتيج الجنريتر الثاني. شلون نحسب التيار الجنريتر اللي دا يولد الجنريتر الاول؟ يساوي لنا اي 1 ناقص في على ار اي 1، والاي اي 2 يساوي لنا اي 2 ناقص في على ار اي 2، اذا يسوي علاقه بيناتهم اي اي 2 على اي اي 1 يساوي لنا اي 2 ناقص في على اي 1 ناقص في في ار اي 1 على ار اي 2، نقدر نقول يساوي لنا كي 2 اللي هي كونستانت مال المحرك في الفلاكس 2 ان 2 سبيد ناقص في على كي 1 flux 1 N1 ناقص V في RI1 على RI2، هنا أخذنا سابقا أنه الـ E هي عبارة عن K في N. من هنا شباب أنه إذا أنا أريد أزيد الـ IA2، إذا أريد أزيد الـ IA2 شو أسوي؟
نقلل الفلاكس الاول، يعني نزيد التيار. مثلا انا عندي مولدتين، المولد الاول دي يعطيني تيار الاي اي 1 والمولد الثاني دي يعطيني تيار الاي اي 2. ردت اقلل الاي اي 1 مثلا، ردت اقلل تيار الاي اي 1 وبقي المولد الاي اي 2 تشتغل. شو اسوي بهالحاله؟ بهالحاله شباب اقلل من الفلاكس الاول وقلل من السرعه الاولى بزياده الفلاكس الثاني والسرعه الثانيه. اذا بالعكس اريد اشغل الاي اي 1 ازيده واقلل الاي اي 2، اقلل الاي اي 2، اقلل الفلاكس 2، اقلل ان 2 بزياده الفلاكس 1 والان 1. يعني تلاحظوا ان العلاقه عكسيه بيناتهم. From above equation clear that شنو اللي نستنتج من هاي المعادلات؟ مثل ما حكينا البس بار فولتج تكون كونستانت اللي هي ال V ثابتة للمولدات كلها. Any load can be transferred من 1 إلى 2. شلون إذا أريد أنقل الحمل مالتي من المولد الأول إلى المولد الثاني by increasing flux 2 مثل ما قلنا أو N2 ونقلل ال N1 والflux 1. يعني إذا أنا أريد أزيد ال IA2 أقلل ال flux 1 أقلل ال N1 أزيد ال flux 2 والان 2. الان 2 والان 1 change by شلون اغير الان 2 والان 1؟ بانه نغير سرعه الدرايفنج انجن توربين. فلكس 1 فلكس 2 نقدر نغيرها باستخدام شانت فيلد ريزيستنس مثل ما قلنا ريجوليتنج شانت فيلد ريزيستنس، خلي مقاومه متغيره. It should be keep in mind انه لازم نخلي في بالنا انه التو بارال شانت جنريتر هاف ايكوال نو لود فولتج، لازم مثل ما قلنا تكون الفولتجات مالتها متساويه عندما يكون شير باللود نسبه الى ريشيو اوف لود كارنت اوف ماشين، بالتالي ينتج لنا نفس الدروب لكل مولد. In the case of two parallel generator have unequal no load voltage، في حاله ان كان عندي المولدات المربوطه التوازي ال E1 لا يساوي ال E2، بالتالي اللود كارنت ينتج لنا sufficient voltage drop، voltage drop يكون كلش كافي في كل حالة، بالتالي أنه أنا أحافظ على terminal voltage يكون نفسه. هنا شباب طبعا انتهت عندنا الجزء الأول من الـ parallel generator. إن شاء الله نكملكم النوع الثاني اللي هو الـ compound والـ series بالمحاضرة القادمة. تحياتي.